يعني جيبوا لنا شخصيتين سياسيتين بين قوسين سياسيتين، لأن طاح الزمان بالجزائر أصبحوا هذا النوعين من الأشخاص السياسيين، هما في الحقيقة نصابين سي دي زيسكرو في مجال الديمقراطية. أولا الشخص الأول الشعب يتهمه بالتزوير وبأن العسكر هو الذي فرضه، لأن نعرف الجميع يعرف الانتخابات ما يسمى بالانتخابات الرئاسية التي تمت في 12 ديسمبر 2019 ولا 2020 إذا ما خدتنيش الذاكرة إلى آخره، كانت محل احتجاجات كبيرة بملايين من الشعب الجزائري، وهذا الكل يعرف، في جو من القمع، في جو من تقييد للحريات، خاصة في انعدام وجود الإعلام الحر والمستقل في الجزائر، في جو من وجود أو انعدام سلطة قضائية مستقلة تحافظ على الحقوق والحريات الأساسية، بل هي منظومة أو آلة من آلات القمع للنظام الجزائري. والشخص الآخر الذي نصبوه ثاني رجل ثاني هو أولا هو مش منتخب أصلا، يعني حتى من الناحية يعني الشكلية هو مش منتخب، لا منتخب من مجلس الأمة ولا منتخب من الشعب. يعني هو بعد هو أحسن مثال نقيض للديمقراطية، وهو أن هذه المناصب تاع تشير شؤون العامة للشعب الجزائري يكون مصدره هو الشعب، يعني يختاره الشعب. إذن هذا النقيض، وبالتالي لا يحق له أن يتكلم على هذه الديمقراطية لغيرين منها العالم. يعني السويد وبريطانيا مهد الديمقراطية البرلمانية، والولايات المتحدة الأمريكية أو النظام الديمقراطي الجمهوري، هادو يغيروا من الديمقراطية تاع تبون وتاع، يعني يغيروا منها يعني. طيب، ولكن الرأي الآخر، تبون يقول أنه جاء عبر انتخابات ديمقراطية، كان ذلك في حوار مع دير شبيغل، الشعب هو الذي اختار في انتخابات حرة ديمقراطية، وذهب إلى القول أنه هو الحراك، ردا على الحراك وقمع الحراك، وعن العسكر الذين أتوا به قال العكس، أنا هو من أعين ولدي كل السلطات لأعين من أشاء، يعني حتى مدير المخابرات أو قائد الجيش وغيرها. لا، هو يقول ما يقول، ولكن الواقع يثبت العكس. نسبة المشاركة الضعيفة جدا في أي انتخابات، خاصة في إبان أزمة سياسية، يفترض أن يكون في انتخابات نسبة المشاركة تكون على الأقل، لا يعني ما تكونش أقل من 65% من المشاركة، لأن ما كناش في السياق الزمني آنذاك في وضعية عادية، وبالتالي هناك الملايين من الشعب قبل الانتخابات ويوم الانتخابات خارجة رافضة لهذه العملية الانتخابية، لأنه لا يؤمنون بمصداقية هذه الانتخابات. أكيد يفرض ويقول، هو أكيد يصرح، حتى الإنسان اللي يتهم بالسرقة ولا بالتزوير أمام القاضي راح يقول بلي أنا ما زورتش، ينفي ذلك ويقول الشيء المختلس أو منسوب لاختلاسه ووجد عنده هو ملك له، هذا أمر عادي، ولكن الواقع يثبت العكس ذلك. لأن أما القول أن الجيش مش هو اللي جابه إلى آخره، ولا أعتقد أن الواقعة بالأمس وهي لقاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بقائد الأركان الجيش الوطني اللي عندوش مهام سياسية، واللي عمرها ما تصير في العالم أن قائد الأركان الجيش يستقبل مندوب، يعني سفير أو ممثل للدولة، سفيرين كان يفترض أن يكون وزير الدفاع أو رئيس باعتباره قائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الخارجية إلى آخره، أو أنه يكون قائد الأركان الجيش الأمريكي يزور زميله الجزائر في التعاون الأمني. أما أن جي سفيرة هي تختار أو تريد اللقاء بشكل مباشر مع قائد الأركان، هذا يثبت على أن أصحاب القرار الفعليين
هي المؤسسة العسكرية، هذا من جهة. من جهة أنه فرنسا الرئيس ماكرون ولأول مرة في التاريخ الجزائري يجتمع، لا يجتمع مع فقط مع ماكرون اللي هو الواجهة المدنية، لا حول ولا قوة إلا بالله، الواجهة المدنية للمنظومة العسكرية، ولكن وفرضت أن يتم التصوير هذا اللقاء ما بين الرئيس الفرنسي ماكرون مع القيادات العسكرية والأمنية التابعة للجيش الوطني، لأن هذوك هم أصحاب القرار. إذن لدينا دولتين. لكن في المقابل لم يكن مع ماكرون أيضا قائد الأركان الفرنسي وأيضا وزير الدفاع ومدير المخابرات الخارجية الفرنسي. لم نرى أن رئيس الجمهورية يلتقي بمدير المخابرات في اجتماع رسمي. يمكن أن مدير المخابرات الفرنسي يلتقي بزميله في الجزائر، قائد الأركان الجيش الفرنسي يلتقي بزميله، وهي كانت من قبل، كانت زيارة القائد الأركان الجيش الفرنسي زار الجزائر وزار هذه الأمور وأمور عادية في العاد. ولكن أن يجتمع رئيس الدولة بمع وزراء مع قيادات كاملة الأمنية التابعة للجيش، ما كانش هناك الدرك الوطني ولا يوجد الأمن الوطني. أعتقد أن الصبغة السياسية أو المساج الرسالة السياسية وهي أنه أراد أن يجتمع مع أصحاب القرار الحقيقيين. يعني طبعا ماكرون كان أطلق تصريحا بأن ماكرون قال بأنه تبون عالق في النظام العسكري السياسي، هل كانت رسالة في المقابل لإدانة ماكرون أو لتأكيد كلامه يعني أن يتم استقباله؟ وتبون يقول بأنه كان ذلك الاجتماع أهم حدث في زيارة ماكرون للجزائر منذ الاستقلال. شوف جمال، نهار التصريح اللي قاله ماكرون اللي نشرته جريدة لوموند اللي نسب اللي قال لو سيستيم بوليتيكو ميليتير على إلى آخره، وهو ذيك الضجة، هي الضجة أكثر النظام السياسي العسكري، وأنه ضعيف فاتيكي الحراك، يعني تم إضعافه من طرف. هذه هي الحقيقة، تم الإضعاف، ولكن وقعت الحملة، والحملة على أساس أنه قضية الأمة الجزائرية لتغطية خلاصة رئيس دولة تعرف جيدا الجزائر، تعرف جيدا الجزائر باعتبارها الدولة التي آخر دولة اللي احتلت الجزائر لقرن وثلاثين سنة، وتعرف جيدا خبايا هذا النظام. والكلام الذي صرحه ماكرون هي في الحقيقة خاصة بوضعية النظام فاتيكي الحراك لافراجيليزي إلى آخره، في الحقيقة هذه ماهوش فقط كلام قالوا، إنما هي خلاصة للتقارير ودراسات استخباراتية ودبلوماسية إلى آخره لوضعية هذا النظام السياسي العسكري. الحادثة هذيك ثبت عليهم أن كلامه هو الصحيح، لأن لو كان عندهم نوع من القوة واليقظة والذكاء والحيلة السياسية كما كان عند النظام، أو على الأقل التشكيلة البشرية للنظام سابقا للنظام الجزائري الذي كان العسكر دائما خلف الستار ويحركون المدنيين.